بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم أبنائي الطلاب في سلسلة مراجعات اللغة العربية إن شاء الرحمن الرحيم. النهاردة نتوكل على الله ونراجع سويا نص من النصوص المقررة والمهمة علينا، وهو نص الشاعر وسورة الكمال. وكالعادة هنعمل الأول مسح لغوي للمعاني والمضادات والمفردات والجموع وكل احتمالات الأسئلة اللغوية، وبعد ذلك نردفها بأسئلة في البلاغة وبعض التطبيقات النحوية على النص، وبعدين في الآخر بنجيب أسئلة متنوعة كما تعودنا من كتاب المدرسة ومن ثانوية عامة ومن غيرها، بحيث إن شاء الله رب العالمين الطالب بعد الاستماع إلى هذه المراجعة يشعر بالثقة وبالسيطرة وبقلة احتمالات التفاجؤ بأي أسئلة جديدة إن شاء الرحمن الرحيم. تعالوا نتوكل على الله بقى ونبدأ معركة مراجعة الشاعر وسورة الكمال. أولا المقطع الأول اللي هو بيبدأ بقد حدثوا عن شاعر نابغ إلى قوله قريب المنال. أول سؤال بيقول لي مرادف نابغ، تعالوا بقى نتابعها كده من الإجابات مع بعض. النابغ زي ما موجود في كتاب المدرسة البارع أو الماهر في كل شيء أو في شيء ما، فده النابغ. مرادف مجود، كلمة مجود هنا بمعنى جيد، ومرادف شريف المقال أي حسن المقال. وأنا أراعي جدا أن أنا قبل ما أجاوب أي إجابة أروح أطلع على كتاب المدرسة وأشوف إن كان في هامش كتاب المدرسة جايب معنى هذه الكلمة، ألتزم بها تماما وألزمك بها كطالب علشان ما يبقاش في احتمالات كتير، لأن طبعا الانتصار دائما لإجابة كتاب المدرسة عشان نموذج الإجابة. مرادف الغيد الحسنوات، ومرادف هامة أي عشقة، ومرادف بكر أي عذراء. وكلمة بكر لها معنى آخر، هو الأول في كل شيء أو التي لم يسبق إليه. أنا بقول المعاني دي علشان لو قابلتك في كتاب آخر من الكتب الخارجية. الصفحة اللي بعدها بيقول لي المقصود ببنات الخيال، تعالوا بقى مع بعض كده، المقصود ببنات الخيال الشعر ولا الحسنوات ولا الصغيرات ولا الموسيقى؟ نخلي بالنا ان هو طلب المقصود، يبقى في الحاله دي احنا هنقول له طبعا المقصود هنا اللي هو عالم الشعر الجميل. ومرادف لبه اي عقله، ومرادف حدها، خلي بالنا في البيت حدها وفي حد، يعني احنا لا نذكر سويا ان كلمه حدها حد الكمال، حدها في الحسن حد الكمال، اللي فيها الضمير بمعنى تعريف، لكن اللي ما فيهاش الضمير اللي هي حد الكمال معناها نهاية الكمال. مرادف حد الكمال أهيت نهايته، ومرادف بارقا أي لامعا، ومرادف هاج له أطمعه هي أثارة مش آثار. خلي بالك إيه الفرق ما بين آثار وما بين أثارة. كلمة آثار ممدودة الهمزة دي جمع أثر، لكن كلمة أثارة بغير مد الهمزة ده فعل ماضي بمعنى يعني جعله يثور. مرادف المحال طبعا هنا المستحيل، والمقصود بالنجم عالم الشعر ايضا. يبقى اذا احنا عندنا حاجتين هنا يقصد بهم الشعر، عالم الشعر بنات الخيال والنجم. مرادف المنال المطلب، الشيء المنال منالي كذا، يعني ايه منالي كذا؟ يعني مطلبي كذا يعني. ومضاد نابغ عادي، النابغ في شيء عكسه عادي، مش حقير، لا الحقير عكسه عظيم، والمغمور عكسه المشهور، انما واحد شاطر قوي في حاجه واحد عادي في الحاجه دي. مضاد مجود، لان طبعا انت عارف مجود يعني حسن يعني جيد يعني، فهنا تبقى طبعا مشوه، لان مجود تحمل معنى الجمال يبقى عكسها التشويه. ومضاد شريف قبيح، لان الشريف هنا معناه برضو الجمال والحسن، هو يقصد هذه المكان يعني او من ناحيه الجمال والحسن، لان الشعر كل حديثه عن انها صوره جميله رائعه لم يسبق اليه. فلذلك انا دايما مع الشاعر ومع قصده حتى في الاختياري، فخلي بالكم الحته ديت بيبقى قصد الشاعر هو اللي بيوجهني اختار ايه بالظبط. مضاد شريف قلنا قبيح، ومضاد هامه، هامه يعني عاشقه، وياما قابلنا الكلمه دي قبل كده، وكنا قابلناها مع شوقي في مع احمد شوقي امير شعراء احمد شوقي في نص غرب وحنين، اللي هي كلمه المستهام لو تفتكر، فبرضه كانت مستهام، ايوه ما هي المستهام اصلها جايه من هامه، فكلمه هامه عموما معناها عاشقه. مضاد بقى تعال نشوف المضادات شويه وبعض الجموع. بيقول لي مضاد بكر ثيب، البكر هي العذراء اي الفتاه ما لم تتزوج، اما الثيب هي المراه المتزوجه. مضاد صاغها، برضه هناخد شوهها،
لأن الصياغة نعلم أنها الجمال والدقة وحسن الصناعة، مش صناعة عادية يعني، فلذلك عكسها شوهها. ومضاد هاج، لأن احنا قلنا من شوية كان بمعناها أثار، يبقى هدأ أو هدأ. ومضاد المحال الممكن، الشيء المستحيل عكسه الشيء الممكن. مضاد يمد نحو النجم، يثني، مد يده عكسها ثناها. ومضاد يحسب، انتبهوا هنا عشان يحسب اصلا معناها هنا يظن، يشك، يعني جاي من الظن، الظن ده يحمل نوع من الشك، لكن هنا العكس بتاعها هتبقى يتيقن اي يتاكد من الشيء. وجمع نابغ، طبعا كلاهما صحيح، يعني انا شفتها في المعجم لقيت نوابغ ونبغاء كلاهما صحيح. اما جمع شريف ايضا فكلاهما صحيح، شرفاء واشرف. ارجو نخلي بالنا من الجموع ديت، وانا ما بجيبلكش اي جمع ولا اي معلومه الا لما الواحد يستوثق منها من المعاجم الكبيره. وجمع بكر ابكار، وجمع خيال اخيله، جمع الحسن كان جت قبل كده في الامتحان، انتبه، محاسن. ايوه، جمع حسن محاسن. جمع لب، اظن ديت كتير قوي بنسمعها، البابه، وفي القران ترد كثيرا اولي الالباب، فجمع لب هنا اي الباب اللي هي العقول يعني. جمع بارق، بوارق، البارق اللي هو النجم اللامع وجمعها بوارق. تلاحظ ان ساعات او احيانا يعني فاعل تجمع على فواعل، زي ما جمعنا من شويه كلمه نابغ على نوابغ، ايضا جمعنا بارق على ايه شباب، على بوارق. نيجي بقى للسؤال 23، جمع نحو انحاء وجمع كف، كلاهما صحيح، يجوز فيها كف واكف. وجمع قريب ايضا قرابه واقرباء، كلاهما صحيح. اي فعلا لما تروح المعجم هتلاقي كلمه قريب تجمع على قرابه واقرباء. يا ريت بندون الملاحظات ديت ونبقى يعني نطلع عليها اول باول علشان ما ننساهاش. ومرادف، عفوا، ومفرد الغيد برضو كلاهما صحيح، ومكتوب كده في المعجم وقلت لكم 100 مره اللي عايز حاجه يكتب بس معنى كلمه، يخش الجوجل، مش هيعمل اكتر من كده، ويكتب جمع كلمه غيد، هتبص تلاقي تطلع لك في قاموس المعاني، وهو من اشهر القواميس المشتهره المشهوره على النت. فارجو انك انت تعمل الحكايه دي كتير علشان انت بنفسك تعرف تجيب معنى الكلمه او مضادها. يبقى مفرد الغيد غيداء واغيد كلاهما صحيح. وان جاء بعض الكتب الخارجيه اللي بتقول لك غيداء ولا اغيد وبيخيرك ما بينهم، تعرف ان هذا السؤال هو اللي خطا. يا شباب انبه ان احيانا يكون الخطا في السؤال. ايوه، بعض الكتب الخارجيه لا تستوثق من المعلومات وبتجيب دي ساعات اختياري، وده طبعا بيعمل شك عند الطالب وبيعمل نوع من اللخبطه. فارجو يعني الناس اللي بتحط الاسئله تبقى تخلي بالها وتراجع مره واتنين قبل ما يحط اي سؤال. مفرد اطماع، دي طمع، لا فعلا كده كلمه طمع، لا طبعا، ومطمع جمعها مطامع، وطمع طمعون اللي هي صيغه مبالغه، يبقى مفرد اطماع طمعه اللي هي في الوسط. تمام كده، عملنا مسح لغوي للمقطع الاول. صليتوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. نيجي بقى لبعض الاسئله البلاغيه على هذا المقطع، بل يحدها في الحسن حد الكمال، يغلب على العباره دي، العباره دي من ناحيه الالفاظ يعني، الذهنيه ولا الحده العاطفيه ولا ضعف الالفاظ؟ قطعا الذهنيه، قطعا الذهنيه. ليه؟ لان العباره هنا احنا عارفين اصلا الديوان يغلب على الفاظهم الذهنيه. نيجي بقى، التقديم في الحسن افاد التنبيه والتاكيد ولا المبالغه ولا لم يفد شيئا؟ لا، هو فعلا مكتوب في كتاب المدرسه ان هذا التقديم افاد التنبيه والتوكيد. وساعات يجي لك في بعض المناطق او الاسئله الثانيه في التخصيص والتوكيد او في الاهتمام بالمتقدم، كل ده صحيح، كل دي اجابات صحيحه. قد حدثوا عن شاعر النابغ، هنا كنايه عن صفه ولا موصوف ولا تشبيه؟ بص بقى، هي اولا هنا كنايه، وما تقدرش تقول لي كنايه عن موصوف لانه قصد الشاعر، لان كلمه شاعر موجوده. يا جماعه الكنايه، الكلمه مش موجوده، كلمة مش موجودة في العبارة أنا بستنتجها. يعني لما أقول فلان بيته مفتوح للناس، الراجل ده كده كريم، بس كلمة كريم مش موجودة من ضمن مفردات فلان بيته مفتوح للناس، ما فيش كلمة كريم هنا موجودة. لذلك قلت كناية عن الكرم، أي كناية عن صفة. قد حدثوا عن شاعر نابغ، هي طبعا هنا كناية عن الشهرة، كناية عن المعرفة ان كل الناس عارفاه، يبقى هنا كناية عن ايش يا شباب؟ عن صفة، ليست كناية عن موصوف لان الشعر موجودة، وليست تشبيه لان ما شبهتش حاجة بحاجة، يبقى كناية عن صفة. طبعا اللي درس عارف ان كلمة بكر هنا استعارة تصريحية. ليه؟ لانه شبه صورة الكمال بالبكر، او شبه المعنى الجميل وعالم الشعر الجميل بالبكر، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به باستعارة تصريحية.
بنات الخيال الحقيقه هي فيها استعاره مكنيه، يعني لما اقول شبه الخيال بانسان يبقى استعاره مكنيه، لكن ما فيش في العباره هنا، ما فيش هنا في العباره او الاختياري عفوا، ما فيش هنا في الاختياري استعاره مكنيه، يبقى خلاص ما تنفعش استعاره صحيه ولا مجاز مرسل، يبقى زي هي كنايه برضو عن عالم الشعر الجميل. صوره حسن صاغها لبه، طبعا دي استعارتان ومجاز مرسل، وكان بيقول استعارتين ومجاز مرسل، ولا تشبيهان ومجاز مرسل، ولا مجاز مرسل فقط. صوره حسن لوحدها كده دي استعاره مكنيه. ليه بقى؟ شبه الحسن كانه شيء مادي له صوره، يعني ده تقسيم للحسن، بدي استعاره مكنيه. وعندك صاغها برضو دي استعاره مكنيه، لانه شبه الصوره المعنويه ديت او الشيء المعنوي ده كانه جوهره يصوغها صائغ ممتاز لكي تخرج في اجمل صوره. يبقى انا كده اشبه الصوره كانها شيء مادي حسن، وبعدين رجع تاني شبهها بالجوهره التي تصاغ، يبقى دي استعارتين مكنيتين هم. ولبه بقى العقل اللي هو يعتبر يعني جزء من اجزاء الانسان، وبالتالي عبر بالجزء واراد الكل، اذن فهي استعارتان ومجاز مرسل. مشهوره قوي السؤال ده بقى، حدها في الحسن حد الكمال تشبيهها شباب، لان انا عندي المشبه اللي هو حدها وعندي المشبه به الحد الكمال، وقلت كتير قوي خلي بالكم الفرق بين التشبيه والاستعاره، ان التشبيه المشبه والمشبه به قدامي موجودين في الجمله شايفهم بعيني، لكن الاستعاره اما المشبه محذوف او المشبه به محذوف. صار كالطفل راى بارقا، ده هنا تشبيه واستعاره تصريحيه. ليه بقى؟ عشان صار كالطفل، انا اتفقنا زمان اتفاق ان طالما وجدت اداه التشبيه وانت مغمض تشبيه، صار كالطفل اداه تشبيه، صار مثل الطفل، صار مثلك، خلاص طالما ذكرت اداه التشبيه تاكد 100% انها تشبيه. طيب راى بارقا، احنا عارفين ان هو مش قصده البارق، مش قصده النجم في السماء، ده هو قصده صوره الكمال التي تشبه البارق، فهي ايضا استعاره تصريحيه، يبقى انا فعلا عندي هنا تشبيه واستعاره تصريحيه. هاجأت معه استعارة مكنية؟ صح. ليه صح؟ علشان مين اللي هاج الأطماع دي؟ مين اللي أثار الأطماع دي؟ اللي هو البارق، وكأن هذا البارق إنسان له إرادة وله عقل ويستطيع أن يثير، يبقى دي استعارة مكنية. وأيضا ممكن تعتبرها استعارة مكنية من ناحية تانية، أن الأطماع تثار، وكأن الأطماع إنسان يثار، فهي في الحالتين استعارة يا شباب استعارة مكنية. السؤال اللي بعديه بقى اللي هو 47 بيقول لي يمد نحو النجم كفا، استعارة مكنية ومجاز مرسل، ولا استعارتان مكنيتان، ولا استعارة تصريحية ومجاز؟ الحقيقة هنا الأول عاملها نجم، دي استعارة تصريحية. ليه بقى؟ علشان شبه صورة الكمال بالنجم. ملاحظين ان الصورة اتكررت كتير قوي، يعني مرة شبهها بالبكر، ومرة شبهها بالبارق، ومرة شبهها بالنجم، يعني كل ده كان قصده بيها الصورة الكمال، فهي في كل الصور دي استعارة تصريحية، لأنه في الثلاث حاجات حازف المشبه، ولذلك هي استعارة تصريحية. طب ما هي كفا، كف دي مجاز مرسل، لأنه أراد يعني هو جاب الكف، قال الكف وأراد اليد، فهو أطلق الجزء وأراد الكل، وبالتالي تبقى نختار مين يا شباب؟ نختار استعارة تصريحية وإيه؟ أو يحسب النجم القريب عفوا، نحو يمد نحو النجم كفا، استعارة تصريحية وإيه يا شباب؟ ومجاز مرسل. انتبهوا للسؤال 48 ده، علشان في كتاب المدرسة يا جماعة ومهم قوي، يحسب النجم قريبا منال تشبيه، لو سمحتوا اصل انتوا قلتها كتير وبقولها كتير، ما تبقاش مندفع قوي عن الاستعارة المكنية، لان معظمكم عنده تقريبا كل الصور استعارة مكنية. فلا يا شباب الموضوع موضوع علم وليه اصول وليه قواعد، لازم نبقى مذاكرين ونبقى عارفين احنا بنعمل ايه. وكتاب المدرسة كاتب اهو، بص يحسب النجم قريب المنال، الطالب اللي بيدعبس كده في كتاب المدرسة هيلاقيه انه شبه النجم بالمنال في القرب، يعني المشبه هنا النجم والمشبه به المنال، وعندي وجه الشبه قريب، يبقى انا عندي الصورة على بعضها. خلي بالكم ما قالكش الصورة في النجم، ما جابش هنا كلمة النجم، ما خصصش كلمة النجم بالسؤال، هو جاب الجملة على بعضها، اذا هنا ده تشبيه مؤكد لانه محذوف الأداة. في عندنا حاجة في اللغة العربية كده، لما اقول البنت قمر في الجمال، لما نحذف أداة التشبيه فقط بيبقى تشبيه مؤكد، والبعض يطلق عليه مجمل رغم ان ده مش مضبوط قوي علميا، يعني بعض الناس بتقول على لما يذكر ثلاث أركان بس من التشبيه البعض بيعتبرها تشبيه مجمل، لكن الكلام ده مش دقيق علميا. احنا لو رحنا للكتب الكبيرة هنعرف ان حذف أداة التشبيه يعطيه اسم تشبيه مؤكد. سؤال 49 بيقول لي وحدها في الحسن حد الكمال اطناب بي، الترادف ولا الاجمال بعد التفصيل ولا الاحتراس؟ الحقيقه هي طبعا خطا، يعني مش مفروض ان هما الاثنين يتاخدوا كده مع بعض. لا طبعا لما قال حدها في الحسن حد الكمال ده اجمال بعد تفصيل،
يعني هناخد كده دي بس، لكن كلمة الترادف مش معاها، إجمال بعد تفصيل. لأن هو قاعد يقول إيه؟ لو تلاحظ من البداية قال إنه سورة حسن وصاغها وحد ولبو صاغها لبو، يعني قال سورة نكرها للتعظيم وأضافها للحسن للجمال وجاب صاغها للدقة، مش كده؟ وقبل كده كان يعني عمال يقول انه لم يعشق الغيد لكنه هام ببكر، قبل كده سماها بكر ومن بنات الخيال. كل هذه المواصفات كانه اعطى كثير من الصفات للصوره، ولما لقى نفسه مش هيخلص المواصفات فراح قال لك وصلت الى حد الكمال. عشان كده بنعتبر حدها في الحسن حد الكمال ده اجمال بعد ايه يا شباب؟ بعد تفصيل. حدها في الحسن حد الكمال عباره مؤكده ولا غير مؤكده؟ طبعا دي مؤكده. ليه؟ لان في تقديم. اصل الكلام حدها حد الكمال في الحسن، احنا من شويه كنا قلنا هذا التنبيه هذا التقديم للتنبيه والتوكيد. السؤال 51 بيقول ليس في الابيات اساليب انشائيه، صح؟ الابيات اللي كانت قدامي كلها اللي هي المقطع الاولاني كان كله اساليب خبريه للتقرير والتوكيد والايه يا شباب والوصف. في بدايه القصيده خالف الشعر الرومانسيين، صح؟ طب يعني ننكش كده ونقول ليه بقى خالفهم في ايه يعني؟ خالفهم انه لا يعشق الغيد ولكنه هام ببكر من بنات الخيال. فكل الشعراء قديما وحديثا حتى او معظمهم يعني يبدا بالحديث عن المراه او البكاء عن الاطلال، ولكن شاعرنا اكد انه مختلف عن الجميع فانه لا يعشق النساء وانما هو يعشق معنى جميل يريد تحقيقه. ده عن الاسئله البلاغيه او المسح البلاغي للابيات. يبقى احنا كده عملنا مسح لغوي لجميع احتمالات أسئلة اللغة في الأبيات، وعملنا بحمد الله برضو دلوقتي مسح بلاغي لجميع احتمالات الصور في المقطع الأول من الشاعر وصورة الكمال. السؤال 53 بيقول استخرج من الأبيات محسنين بديعيين أحدهما لفظي والآخر معنوي بين سيره جمالها. انتبهوا بقى شباب، عشان احنا عندنا المحسنات اللفظية هي ايه؟ هي الجناس، السجع، تصريع، حسن التقسيم. يعني لما يقول لي محسن لفظي يبقى حاجة من الأربعة اللي بيدوا جرس موسيقي، اللي بيجمع المحسنات اللفظية مع بعضها إن الأربعة بيدوا جرس موسيقي محبب للنفس. السجع، فاكر السجع؟ قل هو الله أحد الله الصمد، بيحصل في النسر فقط. السجع دي ظاهرة خاصة بالنسر وهي اتفاق الجمل في الحرف الأخير. وخد مثال على كده زي ما قلت لك، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها جمل بتنتهي بحرف الدال، فده في النثر فقط يسمى السجع. في عندنا التصريع اللي هو اتفاق شطري البيت الاول في الحرف الاخير، زي في شوقي اختلاف النهار والليل ينسي اذكر للصبا وايام انسي، يبقى ده اسمه تصريع. والتصريع لا يحدث الا في الشعر فقط، فانتبهوا. يعني في ظاهره خاصه بالنثر وفي اللي هي السجع، وفي ظاهره خاصه بالشعر وهي التصريع، والاثنين بيدوا جرس موسيقي. يبقى السجع والتصريع محسنات لفظيه. عندي محسن لفظي اخر الجناس، سواء جناس تام او جناس ناقص. الجناس بنوعين، يعني زي نور ونار ده جناس ناقص، زي سلا مصر هل سلا القلب عنها ده جناس تام. واخيرا ما يعرف بحسن التقسيم في الشعر او بالازدواج في النثر. يعني حسن التقسيم في الشعر لو تفتكروا متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي. قال في برضه في شوقي جلنا حسن التقسيم قلب شراع نفسي مرجل. على فكره انا قاصد اطيل في هذا السؤال لان منها براجع المحسنات البدعيه ومنها بفكرك انت كمان ببعض المحسنات اللي وردت في النصوص السابقه. يعني انت بتلاحظ انا عمال اضرب امثله بحسن التقسيم في مطران، عمال اضرب امثله بحسن التقسيم في غربه وحنين، فهي يعني في الاعاده افاده كما يقولون. فلذلك بنقول ان متفرد قلب شراع ونفسي مرجل كنا اخر حاجه بنقولها اللي هي فيها ايضا حسن يا شباب حسن التقسيم. لو الظاهره دي حصلت في النثر، يعني ايه في النثر؟ يعني من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو ات ات. بص ده خطبه احد خطب رجل مشهور جدا في الخطابه قديما اسمه قص بن ساعده، كان بيخطب في سوق عكاظ وبيقول لهم من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو ات ات. بص هذه الجمل متساويه في الطول والايه شباب والوزن، وبالتالي يعطي ما يعرف بالازدواج. يبقى دول الاربعه بتوع المحسنات اللفظيه. قدامهم ما يعرف بالمحسنات المعنوية، اللي هي ايه المحسنات المعنوية؟ زي الطباق، زي التورية، زي مراعاة النظير، زي الالتفات. يعني الطباق معروف، الكلمة وعكسها يبقى طباق إيجاب، الكلمة ونفيها يبقى طباق سلب، الجملة والجملة يبقى اسمها مقابلة. عندنا ما يعرف بالتورية، التورية هي وردت عندنا في المنهج مرة واحدة لما وردت في السواد من عين شمس.
يعني ايه توريه؟ يعني الشاعر بيجيب كلمه لها معنيين بطبعها ويحيطها بكلمات ترشح لك معنى في حين هو يريد معنى اخر. زي شوقي كده لما عمل في نص غربه وحنين قال: السواد من عين شمس، هفى بالفؤاد في سلسبيل، ظمأ للسواد في عين شمس. يبقى كده كلمه السواد جنب عين تعطيك احساس من البدايه انها سواد العين، لكن في الحقيقه شوقي كان يريد القرى المحيطه بعين شمس. دي التوريه. وعندي برضه حاجه اسمها مراعاه النظير. يعني ايه مراعاه النظير يا شباب؟ يعني مجموعه من الكلمات تربطها بيئه واحده. يعني مثلا مجموعه كلمات بتدل على بيئه العرب زي الخيل والليل والصحراء والسيف، دي اسمها مراعاه نظير. ممكن مجموعه كلمات تضمها البيئه الطبيه، يعني اقول الطبيب والمستشفى والممرضه والمريض وغرفه العمليات والدواء والصيدليه، كل دي اسمها مراعاه نظير. فلذلك يعرف هذا المحسن البديعي ويعطي ايضا جذبا للانتباه. المحسن البديعي في او عفوا القيمه الفنيه لمراعاه النظير انه يجذب الانتباه. اخيرا اذكركم بالالتفات. الالتفات معناه انك تتحول من ضمير الى ضمير اخر مخالف عن نفس الحاجه. يعني انا في الفاتحه مثلا بنقول ربنا الحمد لله رب العالمين، كده بنتحدث عن ربنا بضمير الغائب. يعني ضمير غائب تقديره هنا هو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل ده حديث عن الله سبحانه وتعالى بضمير غائب. فجاه نقول اياك نعبد. بص انا كده انتقلت من الحديث عن ربنا سبحانه وتعالى بضمير الغائب الى الحديث برضه مع ربنا سبحانه وتعالى بضمير الخطاب. يبقى كده انتقلت من ضمير الغائب للخطاب. هذا يسمى في اللغة العربية الالتفات. ومش شرط الانتقال من الغائب للخطاب فقط، لا، ممكن انتقال من أي ضمير إلى ضمير، المهم أنه يكون ضمير مختلف عنه. لذلك ده كانت يعني مراجعة سريعة لحاجة انتوا ساعات بتهملوها اللي هي المحسنات البدائية، فلعل يكون هذه المراجعة يعني مفيدة إن شاء الله. نرجع بقى لإجابة السؤال، سؤال 53. المحسن اللفظي كان الجناس التام بين حدها وحد، خلي بالك ده جناس تام فعلا، لان الضمير هنا مش هنحسبه لانه مش من اصل الكلمه، يبقى جناس تام يعطي جرسا موسيقيا محببا الى النفس. وده تاني جناس تام ويرد عندنا في المنهج. لو تفتكروا في شوقي سلا مصر هل سلا القلب عنها، كان في جناس تام، ودلوقتي برضو قدامي هوت حدها في الحسن حد الكمال، ده كان جناس تام برضو في الشعر سوره الكمال. اما في مطران ففي جناس ناقص مشهور جدا وهو عبرة وعبرة لو تفتكر. وقيمته الفنيه طبعا اعطاء جرس موسيقي محبب للنفس. كده انا جبت محسن لفظي اللي هو الجناس التام، لكن يبقى ان انا اجيب محسن تاني. خلي بالك قال لك لفظي والاخر معنوي. انا هرجع تاني هنا الابيات عشان الاجابه مش مذكور فيها المحسن الاخر، وده يعني يعتبر سهو فيها، لكن هنا ممكن اطلع لم يعشق وهامه، ده طباق بالسلب بين لم يعشق وهامه، ده محسن معنوي، والطباق قيمته الفنيه انه يؤكد المعنى ويوضحه كما نعلم جميعا. سؤال 54 بيقول لي ما نوع التجربه في الابيات ولماذا؟ طبعا هنا اقول له التجربه هنا ذاتيه. ايوه ذاتيه. الشعر سورة الكمال في ناس كتيرة كانت بتجادلني يا جماعة وتسألني ليه الشعر هنا مش هو بيعبر عن ناس كتير؟ لا يا جماعة، الشعر هنا بيعبر عن تجربة تخصه، كونها تشابهت مع أحد آخر ما في دي بقى مش مشكلة الشعر، لكن الشعر لما كان بيعبر في الأبيات دي بيعبر عن نفسه هو وعن صورة خاصة بيه جدا هو، إذا التجربة ذاتية لأن الشعر يحدثنا عن عالمه الإيه؟ عن عالمه الخاص. خالف الشاعر، أو كنا بنجاوب من شوية بنقول خالف الشاعر، سؤال 55، خالف الشاعر طريقة الشعراء في الحب، وضح ذلك من خلال الأبيات السابقة، حيث يعني خالفهم في أن كل الشعراء الرومانسيين يبدأون قصائدهم بالغزل في المرأة والتعلق بها والتحسر على فراقها، بينما الشاعر في هذه الأبيات يعلن أن حبه ليس لامرأة بل لعالم الشعر الجميل، فدي المخالفة اللي أردنا أن ننبهك لها. سؤال 56 واللي في البيت الثاني استدراك ومطابقة. يعني ايه بقى استدراك يا جماعة؟ الاستدراك عندي اللي هو لكن. ايوة الاستدراك في اللغة العربية، ريت تدونوا الملحوظة ديت لو سمحتم. الاستدراك في اللغة العربية يتم بأدوات. ايه ادوات الاستدراك؟ يمكن السؤال ده او الاجابة دي مش مشهورة فانتبهوا ليها لو سمحت. ادوات الاستدراك لكن، الا ان، غير ان، بيد ان. على فكرة بيد ان هي لكن، هي لا هي الا ان. يعني ما أقول إيه؟ إلا أنه قال، غير أنه نبه، بيد أنه فعل، لكنه حضر. يبقى دي اسمها أدوات استدراك. والحمد لله كل الاستدراك يفيد إيه يا شباب؟ كل
الاستدراك يفيد التأكيد، عفوا، كل الاستدراك يفيد يا شباب، كل الاستدراك يفيد التنبيه، فكده لكنه هام ببكر من بنات الخيال. ده كان عن السؤال 56 اللي بيقول لي استدراك يعني ايه مطابقة. يا جماعة المطابقة طلبة كتير مش عارف يعني بيجي يشتكوا لي من الكلمة دي. الكلمة دي يا جماعة مش معناها مطابقة يعني اتنين شكل بعض، ده بالعكس، ده مطابقة يعني اتباق، يعني كلمتين عكس بعض، يعني لم يعشق وهام هنا كان اتباق بالايه يا شباب، بالسلب. السؤال 57، ما علاقة البيت الثالث بما قبله، وما رأيك في تشبيه الشاعر بالطفل؟ تعال نشوف كده البيت الثالث بما قبله في الأبيات عشان ما يبقاش كده بنجاوب بدون معرفة. البيت الثالث اهو، صورة حسن صاغها لبه حدها في الحسن حد الكمال. الحقيقة كان قبلها قايل ايه؟ هام ببكر من بنات الخيال. ايه البكر دي؟ ايه بنات الخيال دي؟ وضحها لنا هنا اللي هي صورة الحسن اللي صاغها لبه وحدها في الحسن حد الكمال. يبقى ده يا شباب ده يعتبر توضيح، لأنه قال كلام عام ثم وضحه أو وضح المقصود منهم. يبقى في البيت الثالث استدراك، عفوا السؤال 57 اهو، يبقى ما علاقة البيت الثالث بما قبله توضيح، ما رأيك في تشبيه الشعر بالطفل؟ طبعا هنا توضيح وإجمال بعد تفصيل. ليه أنا زودت الجملة دي في الإجابة؟ علشان في حدها في الحسن حد الكمال، فكان كده الإجابة الأمنة، لكن لو قلت توضيح واكتفيت بتوضيح ده صحيح أيضا. بقول لي وأرى في تشبيه الشاعر بالطفل تشبيها مناسبا لرغبة الشاعر في التعبير عن شدة التعلق بالأشياء وبراءة الإحساس. فهو كان عايز يوصل لنا المعنى ده، عايز يوصل لنا ان الشاعر متعلق جدا بالصورة ديت وانه احساسه رقيق جدا وبريء جدا، فلذلك جاب كلمة الطفل. اذا كلمة الطفل هنا مناسبة للمعنى. ده كان عن المقطع الاول من الشاعر وصورة الكمال.